أطيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين الكرام، حلقة جديدة من برنامج سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. إن شاء الله اليوم حنقدم لكم وصفة رائعة جدا، إن شاء الله حتعجبكم وتنال رضاكم. وصفتنا الأولى لحلقتنا لليوم اللي هي عندي، خلينا نقوله هما وصفتين ولكن لما نجمعوهم مع بعضهم حتتسمى باسم مسمى تروية بيروت. وأكيد الناس اللي ماشية للبنان في شيء يتميزوا فيه هلب، اللي هو سندوتش بالكنافة، يعني نوع من أنواع الخبز المعين يسموه فيه الكعك الفرنجي، يتم حشوه بالكنافة النابلسية اللي يكون فيها جبنة العكاوي. اليوم اخترت لكم أقدم لكم الوصفة، هي وصفة رائعة جدا وبسيطة وسهلة، وممكن احنا نقسمه يعني الوصفتين وكل واحدة ناكلها بروحها. ممكن احنا ناكل الكعك الفرنجي بروحها مع الشاهي، وكذلك أيضا الكنافة النابلسية اللبنانية ممكن ناكلوها بروحها عادي جدا. نتعرف مع بعض على المكونات ونرجع لكم باش نطبقوا الوصفة مع بعضنا. لتحضير تروية بيروت نحتاج إلى الكعك الفرنجي، 4 كوب دقيق، 1 كوب حليب، ربع كوب سكر، ربع كوب زيت، ملعقة كبيرة محلب لو توفر، ظرف بيكنج باودر، ملعقة كبيرة خميرة فورية، رشة ملح، كوب من السمسم، وحوالي نصف كوب من السميد الناعم. الكنافة بالجبن العكاوي نحتاج إلى نصف كيلو كنافة، كوب من الزبدة الدايبة، ربع كوب من السكر، 400 جرام من الجبن العكاوي لو توفرت عكاوي أو ممكن ديروا بديل موزاريلا، 200 جرام من الجبن الكريمي، ملعقة كبيرة من لون برتقالي يكون باودر أو سائل، وربع كوب من الحليب، ونصف كوب من الفستق، ونحتاج إلى حوالي كوب من العسل العقدة. هذه هي طبعا وصفتي لحلقتنا اليوم. أنا أول خطوة حنديرها اللي هو حنعجن الكعك الفرنجي حتى يرتاح، وبعدين مباشرة حنبدأ بتطبيق الكنافة. الكعك الفرنجي احنا درناه فيما سبق على فكرة في حلقة نازلة على اليوتيوب، كانت فيها مسبحة الدرويش، وأيضا كانت فيها الكنافة بالقسطة والكعك الفرنجي. لكن اليوم حيكون كعكنا شوية مختلف، أن الكعك هو خاص بالكنافة، يعني ممكن احنا نديروه بسندوتش بالكنافة يطلع رائع جدا، وممكن زي ما قلت ناكلوه مع الشاي أيضا حيكون طعمه لطيف، ويعني هو نوع من أنواع المخبوزات. أنا عندي هنا 4 كوب من الدقيق المعدد الاستعمالات، انتبهوا ما يكونش دقيق حلويات، لأن دقيق حلويات يفقد عنصر الجلوتين، والدقيق معدل الاستعمالات يكون الجلوتين فيه متساوي، يعني عندكم إما تستخدموا دقيق خبز أو دقيق معدل الاستعمالات. أنا هنا عندي على الدقيق هنحط حوالي نصف كوب من السميد الناعم، مش سميد متوسط مش سميد خشن، لازم يكون سميد ناعم، يعني نفس نوع السميد اللي ندير فيه في المقروض. أنا حنحطه وهنا السميد الناعم. والمحلب، المحلب هو هذا نوع من أنواع البودر متوفر عند العطار، توفر اوكي، ما توفرش عندكم ممكن يعني نستغنوا عليه عادي. عندي ملعقة صغيرة من المحلب، وعندي ظرف من البيكنج باودر، وعندي ربع كوب من السكر، وكذلك عندي رشة ملح، وعندي حوالي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كل اللي حنحتاجه اننا مجرد ما نبي نخلط المكونات كلها مع بعضها بهذا الشكل، بعدين حننزل عليهم الحليب تدريجيا مش دفعة واحدة لين تتكون عندي عجينة. نعجنوها بالطريقة هي، لازم تنعجن بالحليب مش بالمية، ما ينفعش ندير حليب بودر ونعجن بالمية، لا لازم يكون عندي حليب سائل.
حسيتك بدت تتكون عندي العجينة. حلو، حنجيب كاونتر زي الكاونتر هو اللي عندي يعني على الطاولة عادي جدا، وحنحط العجينة على الكاونتر بالشكل هو، ولازم نعجنها كويس بس الجلوتين الموجود في الدقيق يتفاعل عندي ونحصل على كعك ناجح أو نوع من الخبز ناجح. لأن إحنا طبعا في ليبيا أو في دول المغرب العربي الكعك نقصد به نوع من أنواع البسكوت، يعني هو الكعك العادي. أما في أهل الشام هو الكعك هو نوع من أنواع الخبز ويكون فيه كمية من السمسم. هنعجن بالطريقة هي. أنا في الوصفة عندي زيت لكن مازال ما ضفتش الزيت، قاعد مجرد ما نبكي نخدم الجلوتين بعدين حنضيفه الزيت. عندي خدمنا الجلوتين بشكل الأمور تمام، حرجع البولة بهذا الشكل أو الصحن اللي كنا نعجن فيه، وحنحط ربع كوب من الزيت وحنعجنهم مرة تانية. نتأكد إن الزيت دخل في الكعك عندي أنا هنا. نرجعوا على الكاونتر ونستمروا في العجن. ريحة المحلب يعني طالع عندي هنا في العجينة من قبل ما نطبخوها. زي ما قلت لكم توفر المحلب أوكي، ما توفرش ممكن أكيد عندنا احنا يعني نستغنوا عليه عادي جدا. كونت هيك العجينة عندي. هناخدها العجينة بشكل هوا، وأي حاجات لزقت في الكاونتر بالأداة هي نرجع نتخلصوا منها. هذا هو القوام المطلوب عندنا هنا. توا العجينة هي حناخدها حنحطها في صحن بهذا الشكل ونخليها ترتاح لمدة حوالي نصف ساعة. يعني لو جو عندكم درجة حرارة الغرفة معتدلة نصف ساعة، لو جو عندكم مسقح خلوها ساعة. أنا مجرد ما نبوا نريحوا العجينة مش أكتر. حنغطيها بكلينك فيلم أو ب سلفر شفاف بهذا الشكل ونضغط عليهم. ريحنا العجينة عندي هنا، حنخليها زي ما اتفقنا ترتاح لحوالي مدة نصف ساعة. على تو هنا حنبدأ بتحضير الكنافة. تحضير الكنافة أيضا سهل وبسيط وما فيش أي تعقيد. دائما في برنامج سفرتنا نحاول قدر المستطاع ان نقدم لكم الوصفات السهله البسيطه اللي ما فيهاش تكنيكات هلبة. واللي بنشكر كل المتابعين اللي فعلا بجد يعني انا سعيد بكل التعليقات اللي قاعده توصلني عبر صفحه البرنامج، يعني بجد يعني بارك الله فيكم، وان شاء الله دائما نكون قد المسؤوليه وقد الثقه، ودائما ان شاء الله ربي يقدرني نقدم لكم العلم النافع. أنا تو هنا بعد ما حطيت الطاجين قدامي عندي هنا كمية من الزبدة عادية حنحطها بهذا الشكل، وكتبت في الوصفة هنا لون برتقالي اللي هو اللون يعني البودرة أو السائل المتوفر عندكم اللي بنحطه على الزبدة بهذا الشكل. أنا عندي هنا بودرة حطيتها على الزبدة، ونبي ندهن نبي نخلط الزبدة بهذا اللون ونبي ندهن بالصينية بهذا الشكل. كذلك الأطراف تمام. حنخليها على جنب. حنجيب كنافة عندي نص كيلو من الكنافة، نكون هيك قصيتهم هيك شعيرات رقاق. حنحط عليهم حوالي
ربع كوب من السكر يعطيهم تحميرة لطيفة، وكذلك عندي كوب من الزبدة الدايبة. وتوا نبي نحاول ان نخلي الكنافة تمص الزبدة كويس، يعني او تغلفها الزبدة كويس. عندي هنا عندي كمية من الحليب، انا كاتب ربع كوب لكن ما تحطهمش ربع كوب كلهم دفعة واحدة، حطوا بالتدريج، يعني مزاد بنطر يعني الكنافة مش اكتر. تمام هيك اعتقد ممتاز. حنقسم الكنافة لي قسمين عندنا هنا، حنجيب اول حاجة هنا الصحن قدامي وحنوزع فيه شعيرات الكنافة بهذا الشكل. الطبقة اللي فوق مش لازم نغطيها انا كلها، لكن اعطيني فقط الارضية تكون متغطية كلها. نحط الكنافة عندي هنا، بعد ما حطينا كمية الكنافة حنضغط عليها بهذا الشكل لين تتغطى كويس بالطريقة هي. يعني ملمس الكنافة حاولت لي العجينة إلى حد ما بالحليب، مجرد ما نينيت توا غطيتهم بالطريقة هي، حنحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لين تتحمر عندي الكنافة، يعني الأرضية هي اللي عندي هنا تتحمر تماما، والطبقة اللي فوق حتقعد زي ما هي. حنوريكم بعدين شو بندير فيها. أنا تو عندي بندير حشوة لطيفة وبسيطة جدا اللي هي بجبن العكاوي، لكن خلينا نمشي لبريك بسيط بس هيك ننظفوا الكاونتر ونرجع لكم بس نشوف مع بعض تطبيق الحشوة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام، حتى نكمل مع بعض وصفتنا. أنا حنحط تو الشيرة أو العسل العقدة، عندي هنا حوالي كوب من السكر، عليهم حوالي نصف كوب من المية، وعليهم حوالي عصرة ليمونة بتاع حوالي نصف ليمونة حنعصرها وحنحطها معهم، مجرد ما تقليبة بسيطة، وحنخليهم لين يغلوا لمدة حوالي 5 دقايق. بدت هيك هنا عندي العسل جاهز للكنافة، حنخليهم على جنب. حنبدأ توا في تحضير أو تشكيل الكعك الفرنجي. طبعا الكعك الفرنجي من الوصفات زي ما قلنا لكم الرائعة جدا وسهلة وبسيطة، حنطبقوها توا بإذن الله مع بعضنا. أول خطوة حنديرها حنجيب العجينة اللي ريحناها لمدة حوالي نصف ساعة وحنبدو بالتشكيل. حنجيب طاجين زي هو، حنحط عليه كمية من الزبدة، يعني حندهنوه بالزبدة بهذا الشكل، وحنرش عليه شوية دقيق ونخلوه على جنب. حنجيب هنا توا كعك، العجينة الكعك عندي هنا، حنهبطها بهذا الشكل على الكاونتر. انا حناخذ حنشكلها لأقراص بهذا الشكل، تحبون كبار صغار، هم طبعا يبقوا فيهم في لبنان كبار، ولكن انا حبيت اليوم هيك نديرهم
حبات هيك صغيرة حيكون شكلها لطيف. بعد ما شكلنا أقراص الكعك عندنا هنا حنجيب كمية من الدقيق وحناخد أول قرص وحنبرمه بالشكل هوا في الدقيق وحنضغط عليهم على الجوانب بهذا الشكل. حنسكرهم بهالطريقة هي. هما لو تحبوهم يكونوا ميني هذا الشكل، لو تحبوهم يكونوا كبار طبعا درنا احنا الشكل هو صغير. وملاحظة قبل ما نحطوهم خلينا نحطهم في السمسم بعدين نرجع نحطهم في الطاجين بهذا الشكل. لو تبوهم كبار كل ممكن كل قرصين نحطوهم مع بعضهم ونشكلوهم، لكن دائما هيك لان احنا بنكون سندوتشات هيك صغار فحلوات يكون هيك بالحجم هو لطيفين جدا. ونسكر عليهم بالطريقة هي، شايفين كيف شكلهم؟ وبعدين فورا على السمسم ونحطوهم بالشكل هون. جيبوا دقيق بعد ما مازالوا حيكبروا شوية في الفرن لأن ما تنسوش أنا فيهم خميرة. نجيبوا واحدة تانية الدقيق رشة مش أكتر لأن لو كترنا دقيق ما عادش يلصق فيها السمسم. وانا حطينا الزيت لو تتفكروا في العجينه في اخر مرحله ليش؟ حتى تقعد مزيته لحد ما باش نقدر يلصق فيها فورا الجلجلان، باش ما فيش داعي نحن نلبسوها بدبس او باي شيء زي مثلا الكعك التركي، لا مجرد ان احنا فقط نحطها في السمسم فورا تمسك معنا. انتوا شايفين هنا؟ وهذا كانت الكعك الفرنجي عندي انا لليوم. مجرد ما نبي نبرم لو ما تحبوش الجلجلان اكيد ممكن تستغنوا عليه عادي جدا. أنا توا خلي نشوف الكنافة شن صاير عندي فيها هنا. اتحمرت من تحت مجرد المفضي مكان باش تشوفوا الخطوة الثانية للكنافة. عندي هنا الكنافة اتحمرت إلى حد ما، ما زالها شوية وتتحمر على الأخير. قبل ما تتحمر على الأخير حناخد الجبن العكاوي. توفر العكاوي اوكي، ما توفرش العكاوي ممكن جبنة موزاريلا، لكن اهم شيء مش نحطوها على الاطراف، مجرد نبوها في النص بهذا الشكل.
بعدين عندي جبن الكريمي، حناخذهم هيك قطع ونحطهم على العكاوي بس يكبسولي الجبن عندي هنا. ونجرب نحط بالشكل هو الجبن الكريمي. وحرجعهم على الفرن باش يكملوا تحميرهم، وفي نفس الوقت الجبنة عندي تدوب تماما. أنا بنشوف هنا مازالها هيك لقطة بسيطة بس وتتحمر على الآخر. حرجعها باش توا احنا نكملوا تشكيل الكعك عندنا هنا. اعتقد هي اخر واحدة لان الطاجين عندي مش يحمل. هي توا حنحطها على الفرن على درجة حرارة حوالي 180 لين تتحمر عندي تماما. في الاثناء هي يعني بتكون عندي الكنافة طابت، ولكن بنشوف مع بعض كيف حنقلبوا الكنافة بس بعدها ندخلوا الكعك في الفرن. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام. طبعا احنا طلعنا الكنافه من الفرن بعد ما دنا لها الجبنه، وكذلك دخلنا الكعك الفرنجي في الفرن. تو نبغى نقلب الكنافه، لكن خلينا نجيب الصحن اللي حنقلب فيه الكنافه. وقبل ما نقلب الكنافه عندي حناخذ شويه من العسل وهو قاعد سخون، حنحطه في الصحن من تحت بهذا الشكل. العسل حيكون كأنه مانع ان الجبنه تلصق في الصحن، لان ما تنسوش ان احنا ما درناش طبقه كنافه ثانيه، فلازم اننا حنحط شويه من العسل وتوزيعها بسيطه باش نتاكد ان الكنافه ما تلصقش في القاع عندنا هنا. وتوا بكل بساطه حنقلبوا الكنافه عادي جدا. احنا درنا في مسابق في شهر رمضان المبارك درنا الكنافة النابلسية، ولكن كانت كنافة نابلسية عادية. اليوم درناها على طريقة اللبنانية. حنجيب توا العسل، مجرد بنوزعه باش مبيش أي شيء يقطر، مجرد هيك توزيعها بسيطة، وحناخدها وفورا نقلب الطريقة هي. مجرد ما نبي نفك الكنافة عندي أنا هنا توا هنا وهي قاعدة سخونة الكنافة، يفضل إن احنا نحطولها العسل. لازم تكون الكنافة سخونة. ليش؟ باش نبوها تكون سخن مع سخن. مجرد ما بنحي الملعقه بالشكل هو، وحنعسلها بالشكل هذا. بعد ما عسلناها حنحط فستق على الاطراف بالشكل هو. هي ممكن ناكلوها بروحها عادي، او ممكن ان احنا ندروها في الخبزة نفس اللي درناها هي في الفرن. لكن خليني مجرد ما بيه نحط لها الفستق
وممكن توحيد ممكن نقول ان هذه وصفتنا الاولى اللي هي كانت الكنافة اللبنانية عندنا ولت هنا جاهزة. توحيد مجرد فقط نبراجو الكعك الفرنجي يطيب ويتحمر عندي، باش بعدها نقسمه الكنافة وندير كفتحة بسيطة في الخبز او في الكعك باش نحشو به الكنافة. حنمشي لفاصل ونرجع لكم نشوفوا مع بعض كيف الكعك بعد ما يطيب يولي شكله. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام حتى طبعا طبقوا وصفتنا اللي هي ترويقه بيروت. انا عندي طبعا هنا الكعك الفرنجي ولا جاهز، كذلك الكنافه ولا جاهزه. فتو احنا شنو بنديره؟ مجرد ما نبي ناخذ من الكنافه عندي مجرد فقط بنوريكم كيف شكل الكنافة البيروت، كيف يكون شكلها. هذا هو الشكل المطلوب بالضبط، وأكيد الناس اللي ماشي للبنان وبيروت تحديدا مألوف ليهم شكل الكنافة تكون مع جبنة الأكاوي تكون بهذا الشكل، ما تكون السائلة هلبة. والسبب ان احنا ضفنا عليها جبنة الكريمي باش تكبس باش نبوس جبنة تنزل وتميع عندي. توانا هنا حنبدأ في تحضير السندوتشات المعروفين في أهل لبنان. إننا حناخذ حبات الكعك الفرنجي ونفتحهم بهذا الشكل. خلينا نلبس جلافز مجرد بس يساعدني في الشغل. احنا بعد ما فتحنا شايفين طراوة الخبز عندنا هنا، بعد ما فتحنا احنا الخبز حناخذ قطعة من الكنافة بالجبنة وحنحطها بهذا الشكل وحنقدمها. نديروا واحدة تانية يعني ريحة المحلب عندي هنا باين على الآخر. مجرد حنقسم قطعة وحنحطها بهذا الشكل. حنقسم برضو قطعة تانية عندنا هنا. طبعا ما ينفعش ان احنا نديروها بالقسطة، لازم تكون جبنة حتى تمشي مع الرغيف بشكل مساوي. وهيك أصبحت عندي جاهزة. ممكن برش فقط عليها شوية سمسم وهيك وصفاتنا مشاهدين الكرام جهزت معنا لليوم. أول وصفة حضرناها كانت عندي الكنافة النابلسية على طريقة لبنانية، أما الوصفة الثانية اللي هي كانت عندي الكعك الفرنجي، ومع بعضهم لما نديرهم في ساندويش تبدا اسم الوصفه عندي ترويقه بيروت. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بوصفتنا اليوم زي ما انا استمتعت معكم. نحب نذكركم مشاهدينا الكرام ان الحلقه نازله عبر
قناتنا في اليوتيوب وكذلك عبر صفحة برنامج سفرتنا. نشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله.